اضغط للاشتراك. مرحبا بكم في قناة تيتا تي في التعليمية للأطفال، حيث نتعلم الفواكه والخضروات. اليوم سنقوم بإعداد سلطة الخضار والفواكه اللذيذة فليفلة برتقالية. الفليفلة من الخضار، سنضعها هنا. الفليفلة الثانية صفراء. تفاحة، التفاحة فاكهة، سنضعها هنا. خيار، الخيار من الخضار، سنضعها مع الخضار. هذا كيوي، نضع الكيوي مع الفاكهة لأن الكيوي فاكهة. طماطم، الطماطم من الخضار، سنضعها مع الخضار. هذا بطيخ، البطيخ فاكهة، سنضعها مع الفاكهة. هذا فطر، سنضعه في سلطة الخضار. وهذه ثمرة الأفوكادو، الأفوكادو فاكهة، سنضعه في سلطة الفواكه. بصلة، البصل من الخضار، سنضعه في سلطة الخضار. خس، نضعه في سلطة الخضار. موز، بالطبع الموز فاكهة، نضعه مع الفاكهة. وآخر فاكهة ليمون. دعونا نبدأ السلطة بالليمون. نضيف زيت الزيتون والملح إلى سلطة الخضار. سنضيف بعض السكر إلى سلطة الفاكهة. السلطات جاهزة. صحة وعافية. كانت هذه حلقة اليوم. نراكم مع تيتا تي في.